بسم الله الرحمن الرحيم، صباحكم الله بالخير والعافية مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج نوافذ الحياة، وما زلنا مشاهدينا نعيش في رحاب السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حيث ذكرى شهادتها عليها السلام. لذا نرفع التعازي إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام والأئمة المعصومين من ذرية الإمام الحسين عليه السلام، ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذا المصاب الجلل. وكما نعزيكم سادة المشاهدين بذكرى شهادة الزهراء عليها السلام، أجمل تحايا نقدمها لكم عبر شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية وفقرات حلقتنا لهذا اليوم. أولى الفقرات راح تكون معنا هي فقرة حكمة اليوم، واللي من خلالها نستعرض إشارة أو وصية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تخص بعد من أبعادنا الحياتية. الفقرة الثانية راح تكون معنا هي فقرة المايك والناس، واليوم الموضوع مهم جداً، وهو يتحدث عن حضانة الطفل بين الأب والأم، طبعا اللي يعني يقع بينهم الانفصال أو الطلاق. الفقرة الأخرى راح تكون معنا هي فقرة المايك والناس، واليوم عمار غفار متقمص شخصية عامل مهني أو فني، لكن العمل شوية بتعب مضني، لكن تخطاها عمار غفار. راح نتابع شنو راح يتقمص من شخصية مهنية في فقرة على باب الله لحلقة اليوم. الفقرة الأخيرة راح تكون معنا هي فقرة المسابقات، واللي من خلالها نستعرض على حضراتكم أرقام هواتفنا الخاصة بالمسابقة، فضلا عن استقبال مشاركاتكم بذكرى شهادة الزهراء عليها السلام. خلينا نتابع أولى الفقرات ويانا، هي فقرة حكمة اليوم. حياكم الله مشاهدينا متابعينا، خلينا نطلع سوية على حكمة اليوم. الحديث المروي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: جعل الله حقوق عباده مقدمة لحقوقه، جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمة لحقوقه. خلينا نتأمل ونقف عند المعنى الصادر من هذا الحديث أو هذه الحكمة، وما يحتويه من مضامين وأبعاد أخلاقية تربوية إنسانية. الإنسانية اللي نادى بها دين الإسلام الحنيف، كيف إنه الله سبحانه وتعالى وهو الغني عن العباد يؤكد دائما وأبدا من خلال آيات القرآن الكريم، من خلال الأحاديث المروية لرسول الله، من خلال الأحاديث المروية عن أهل البيت على حقوق العباد، أني كيف أكون كعبد مخلص لله سبحانه وتعالى بارا بمجتمعي، بارا بأمتي، بارا بأسرتي، بارا بوظيفتي، في كل المجالات الحياتية أعطي الحقوق. وأكد على هذا الموضوع كل الأئمة، ولا سيما دونه بشكل تحريري الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، أنه للمجتمع عليك حق، لأمتك عليك حق، ويتفعل هذا الحق من خلال تفعيل الرسالية في داخلك. يعني ما نلاحظه خصوصا بعد التسارع الزمني والتسارع التكنولوجي والتداخل الحياتي بين الأساسيات والكماليات وحالة الضبابية في كل شيء، خصوصا بالعقود الأخيرة أو القرن الأخير، نشوف أنه بدأت تترجح المصالح الشخصية على المصالح العامة، قمنا نهمل ونغفل عن حقوق المجتمع، صارت الأنانية جزء من سلوكياتنا إخواني. وخلينا نعترف بهذه الحقائق. اليوم أغلب الناس يقول لك أني ما لي علاقة بغيري، ما لي علاقة بجاري، ما لي علاقة بكل الناس، والباب تجيني منها ريح أسدها واستريح، هذا هو الشعار طبعا، أو بعض الأمثلة اللي حقيقة تضرب منظومتنا الأخلاقية والسلوكية بالصميم. يقول لك أني أبتعد عن الشر وما لي علاقة بأحد وأسد بابي علي
وأوفر احتياجات نفسي وأسرتي فقط، يعني محيط الأسري فقط وما لي علاقة بغيري. طيب وين حق المجتمع عليك؟ يعني هل أنت قررت أن تعيش لكي تأكل مثلا؟ يعني ما الفرق بين الذي يعيش لكي يأكل وبين الحيوانات أجلكم الله؟ هي تعيش من أجل أن يعني تحقق انتعاش غرائزي فيما يخص غريزة الجنس، غريزة الجوع، غريزة العطش، وبقية الغرائز اللي يحتاجها كل مخلوق حقيقة، سواء نبات أو حيوان أو إنسان. إذن شنو راح نختلف؟ يعني هل إنه إحنا قررنا نعيش حتى نأكل مثلا، أم نأكل لكي نعيش ونواصل رسالتنا مثل ما الله سبحانه وتعالى كلفنا بها؟ وإحنا دائما نأكد على أنه الرسالات السماوية لا تنحصر فقط على الأنبياء، كل شخص بينا هو رسول في أسرته، في بيئته، في محيط الخارجي، في مجتمعه، في أمته، هو رسول. يعني إذا ما فعلت جوانب الرسالية في حياته ويعني كان إلى دور في توجيه نفسه، في تقويم سلوكياته، في تقويم سلوكيات الآخرين، هسه على أقل تقدير، على أقل تقدير خلي أكون رسالي مع نفسي، أشذب نفسي، أكون قريب من الله سبحانه وتعالى، أتعبد، أكون يعني يكون لي دور في أسرتي، أحترم أمي وأبوي مثلا، أحترم أهلي، أحترم، أعرف شلون أربي أبنائي. في الكثير من يعني خصوصا في مجتمعاتنا الشرقية الكثير من النساء ما عندهن عمل، مو عاملات، ربات بيوت، وفرضت عليهن الجلوس بالبيت بطريقة أو بأخرى. تقول لك أنا ما أقدر أطلع، شنو الرسالية اللي ممكن أقدمها إلى المجتمع؟ شنو دوري اللي ممكن أنه أتبناه حتى بالتالي أكون مساهمة في تفعيل جوانب الرسالية مثل ما تتحدث يا محمد علي الربيعي؟ شنو أقدر أسوي؟ أقول هتقدرين تسوين الكثير. إذا كان عندك أبناء أطفال، دورك أنه تنشئيهم تنشئة صحيحة. إذا كان عندك إخوة أخوات داخل البيت، سواء أكبر منك أو أصغر من عندك، عليك أنه تنشئيهم تنشئة صحيحة. هسه تقول شلون أنا أنشئهم؟ شلون أنشئ أبنائي؟ من خلال ملأ أوقات الفراغ اللي تمتلكوها، سواء نساء أو رجال. أثقف نفسي بمعلومة، بكتاب، واليوم ما شاء الله بكبسة زر واحدة باستطاعة كل إنسان أن يستقطب آلاف الكتب، آلاف المكتبات بمختلف العناوين، التربوية، العقائدية، الفقهية، الثقافية، غيرها، الأدبية، آلاف العناوين بإمكانه أنه يصفحها. وحتى يعني بدأت تكنولوجيا حديثة حقيقة تفعل في هذه المكتبات، يعني بإمكانك أنه تصفح مثل ما تصفح الكتاب الورقي، يعني من باب التشويق. فكل إنسان عليه أنه يأخذ دوره في هذه الحياة. ربة البيت عليها مسؤولية كبيرة جدا، ولا تقول أني يعني ما عندي يعني فد وقت معين أو يعني تقضي معظم أوقاتها. إحنا لو نحسب الأوقات اللي جاي نبذلها على الموبايل وعلى التصفح الغير مجدي وعلى التنقل بين مواقع التواصل الاجتماعي، نشوف إنه إحنا جاي نهدر ساعات من يومنا الحياتي، وبالتالي ما مستفادين منها شيء. يعني ساعات للأكل، ساعات للنوم، ساعات للتصفح على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا وغيرها، وبالتالي احنا ما نحقق فد شيء. طيب لو كان أنا جلوسي مثلا على جهاز الموبايل حتى أتصفح كتاب معين، كتاب ثقافي معين، كيف أنه أربي أبنائي، كيف أتعامل مع المرحلة العمرية بكذا عمر، بكذا سنة، الطفولة المبكرة، شلون أتعامل مع أطفالي بفترة المراهقة، فترة الصبا، فترة يعني خلي أتعرف أنه كيف أنتج أبناء صالحين وأزجهم إلى المجتمع حتى أعزز المجتمع، وبالتالي يقوى مجتمعي ويكون الرقي حليف هذا المجتمع اللي آني كان إلي دور بترميمه. فكل إنسان إلى دوره بالحياة، إلى رسالية، إلى حقوق يجب أن يعطيها إلى مجتمعه اللي يعيش به، وبالتالي يتكامل المجتمع، وبالتالي أيضا نعطي الله سبحانه وتعالى الحق الذي
يريده منا، على اعتبار أنه يعني أوصى على لسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن جعل الله سبحانه وتعالى حقوق عباده مقدمة على حقوقه. وما هي حقوق رب العالمين؟ الجانب العبادي والجانب الرسالي أو التبليغي، والدور الذي نفعله في حياتنا تجاه محيطنا الخارجي. أتمنى أنه تكون الرسالة وصلت مشاهدينا من خلال هذه الحكمة وهذه الفقرة لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خلينا ننتقل إلى محطتنا التالية، ألا وهي المايك والناس وموضوع الفقرة لهذا اليوم. شكرا لفقرة المايك والناس على هذا اللقاء وعلى تسليطهم الضوء على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المحظون والحضانة. بالنسبة للحضانة، المشرع العراقي مادة 57 من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل، ينص على عدة فقرات تخص الحضانة، منها أنه في حال الخلاف على الطفل المحظون أيهما يكون أصلح للحضانة، الأب أم الأم. في هذا الخصوص المشرع العراقي قد فعل حسنا عندما أعطى المحكمة السلطة التقديرية فيما يخص ترجيح من هو الأصلح للحضانة، الأب أم الأم. القاضي عندما ينظر هاي الدعوة، الخصومة التي تتعلق بين الأب والأم، ينظر إليها ويستخدم أو يستعمل السلطة المخولة له قانونا، ومنها القرائن القضائية والبينات، بينات الطرفين، إضافة إلى المسائل الفنية والتي تتعلق بإحالة طرفي الدعوة إلى اللجان الطبية النفسية، كذلك إجراء الكشف على داري المتخاصمين لمعرفة من هو الأصلح للحضانة. الحقيقة أن الحضانة هي الأصلح في أن تكون في مصلحة الطفل، بغض النظر عن أنه الأب هو الأصلح أم الأم. شكرا لفقرة المايك والناس على هذه الاستطلاع الذي يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية مهمة، ومنها حق الحضانة، حق الحضانة للأطفال. حقيقة المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية نصت على أنه الفقرة الأولى منها الولد أحق، الأم أحق بتربية المحظون ولدها، أحق من الوالد ما لم يتضرر المحظون في 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 حضانتها. هاي المادة 57 فقرة أولى ذكرت هذا الشيء نصا، وباعتبار أنه الحضانة شيء مهم للأطفال، باعتبار أنه الأم تكون أمينة على أطفالها، باعتبار أنها يعني قريبة تحت 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 رعايتها مباشرة. من وجهة نظر الشخصية أنه إذا الحضانة صارت للأب، يعني الطفل يتعب بهاي الحالة، لأنه الأب أولا يلتهب عمله صباحا، أو تلقى مثلا عدة عمل مساء، فالابن وبالأخص الطفل يعني من عمر 5 سنين فما فوق، من وجهة نظر الشخصية أنه لازم أنه تكون أكو مراقبة عالية من قبل الأهل، والمراقبة ما تجي حقيقة إلا من طرف الأم، لأن الأم يعني قريبة على الطفل بهاي الحالة تكون. أما القرارات التمييزية فكثيرة جدا، يعني آخر قرار وجهت به محكمة التمييز أنه حق المشاهدة، سابقا أنه حق المشاهدة إذا 7 مرات الأم ما جابت أو الطفل للمشاهدة للأب، سابقا يقدر الأب يقدم على دعوة تفريق ويأخذ الطفل لحضانته. أما حاليا إجا آخر قرار محكمة التمييز لغى هذا الشيء، وذكر أنه المشاهدة تكون للأب، أما إذا الأم ما أحضرت الطفل للمشاهدة فمن حق الأب مراجعة محاكم التحقيق لغرض مشاهدة الطفل حصرا، وليس له حق التفريق في الدعاوي.
أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنكم كل المشكلات، خصوصا بالموضوع المتعلق بالأطفال أو حضانة الأطفال، ولو هو شوية موضوع يعني سلبي وبشجون بآلام لدى البعض أو لدى الكثيرين اليوم. لكن احنا حقيقة عندنا فد غاية من خلال عرض هذا الموضوع، أنه يجب أن يكون الضمير حاضر خصوصا عند الرجال فيما يخص الأولاد، فيما يخص الأطفال، فيما يخص النفقة، فيما يخص رعاية الأولاد أو حتى المرأة المطلقة. يعني كثير من الأسر اليوم تعاني من قضية، ألا وهي يعني تفعيل المشكلات بين الزوج والزوجة اللي ينفصلون طبعا، ويقع ضحية هذه المشاكل هم الأطفال للأسف الشديد. يعني يكونون كالكرة، أحدهما يرمي هذه الكرة على الآخر، وبالتالي يجهل مستقبل هؤلاء الأطفال تحديدا. يعني احنا ذكرنا يمكن في بداية حلقاتنا في هذا الموسم لبرنامج نواف الحياة، هنالك فرق بين الأنثى وبين المرأة وبين الذكر وبين الرجل، فرق كبير جدا. يجب أن نتبع وصايا القرآن الكريم، وصايا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في الطلاق، في التفريق بين الأزواج، وتسريح بإحسان. الله سبحانه وتعالى يشير ويوصي عباده. يعني احنا ليش دائما تكون عبادتنا وطاعتنا لله سبحانه وتعالى مجتزأة؟ ليش نطيع في مواضع ونعصيه في كثير من المواضع؟ فيما يتعلق إذا كانت هذه الحالة تتعلق ب يعني هذه الأوامر تتعلق بشكل مباشر بمصالحنا الشخصية، ما نكترث ونعصي الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني حقيقة نفاق، هذا تعدد للأوجه مع الله سبحانه وتعالى ومع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يجب أن نراعي الله. أنت خلص وصلت إلى طريق مسدود مع طليقتك، يجب أن تراعي الله سبحانه وتعالى وتتعامل مع الطرف الآخر بحالة من العطف والرحمة. تذكر أن يعني العشرة لها دور، الأطفال لهم دور، فيجب أن تتعامل وفق رجولتك. هذا المصطلح اللي يحمل الكثير من المعاني، لكن للأسف الشديد نشوف كثير من الأشخاص اللي يطلقون النساء ويتفرقون، نشوف أنه يعني تصير بيناتهم فد مباراة أو تسابق نحو المحاكم والمشكلات من دون أي رادع يذكر، وبالتالي يقع ضحية هذا، ضحية عدم الرجولة طبعا هم الأطفال تحديدا. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يهدي أمثال هؤلاء والكثير منهم اليوم الذين يفعلون المشكلات على حساب أطفالهم، على حساب استقرار أطفالهم ومستقبلهم، وتفعيلا لمصالحهم الشخصية. أحبتنا المشاهدين، وصلنا وياكم إلى الفقرة قبل الأخيرة، هي فقرة على باب الله، واللي من خلالها الزميل عمار غفار يتقمص شخصيات لعمال يعملون في المجال الفني أو المهني. اليوم حسب ما عرفت وغششني حسين اللامي مخرجنا الجميل أنه عمار غفار يتقمص شخصية البنشرتشي، هذه المهنة الشريفة، هذه المهنة الحقيقة يعني الجميلة بنفس الوقت، واللي ما تخلو أيضا من فن لكن متعبة بنفس الوقت. خلينا نشوف عمار غفار البنشرتشي في فقرة على باب الله، شنو راح يسوي، شلون راح يتعلم هذه المهنة بالسرعة الممكنة، وش قد راح يحصل على بخاشيش أو على تشد أو على أجر خلال هذا اليوم في هذه الفقرة. بعدها ننتقل وياكم إلى فقرة المشاركات والمسابقات الخاصة بحضراتكم، واللي نتواصل وياكم من خلال استقبال اتصالاتكم. خلينا نشاهد هذه الفقرة على باب الله، وإن عودة وياكم مشاهدينا.
هاي تمام. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مثل ما شفت اليوم شغلتنا في فقرة على باب الله انه بنشرتي، مهنة البنشرتي او حرفة البنشرتي نوعا ما، يعني ما نقول بها صعوبة لكن نوعا ما بها دقة بالعمل، وبالتالي اليوم ارتئينا انه نكون احد عمال هذا المحل لخدمات نفخ الاطارات، تبديل التايرات، ايضا يعني في حال وجود بنشر بعجله معينه راح تكون فقرتنا فقره على باب الله مختصه بتبديل اطارات اطار السيارات. راح ننتظر فكت تجينا سياره حتى نسترزق بها على باب الله. رافقونا مع المصور العزيز علي عصام. طبعا هذا راح نشتغله. هذا عندك هنا جيج؟ ايه. صعد هنا على هاي؟ صعد اخر على هاي. يا الله. بس هذا صاير عنده منشر بالطريق واجانا. ايه. مقيسه هيك؟ هيك هيك. انطي هوا. ايش قد نمطي هذا؟ نمطي 35 حتى نفحص. حتى نفحص. بعد. سرعة الفحص هنا. زين. راح يبين وين البنشر مالته. نبقى نفر بيديك. هذا البنشر مالته. اها منه انا بعلمه. لا لا هذا البنشر مالته. هذا البنشر. اي. شوف تبللت. هذا فتيله. هاي فتيله راح نسويها. شوف يا علي عصام باوع لقينا البنشر. ما تصير بعد فتيله راح نلغيها. نسوي رقعه مكان. رقعه من برا لو من الداخل؟ من الداخل. لازم نفتح الويل. نفتح الويل واخذ التاير نرجعها نرجع نشده. يلا اخوي يلا توكل والله توكل. يا الله. نرجع نفس المكان؟ لا نخليه جوا هسه بالقاع. هنا. اي لا لا بس دقيقه خليه هنا مره خسر خليه هنا. اي نفتح الولف مالته. الولف. اي العصام هذا. هذا الولف. اي هيجي. اي حيل. اي خليه هذا هنا. صعد على الخلعه وخلع على هنا. صعد هنا. هاي هنا. هاي صعده. دوس هاي. دوس هاي اول واحدة. هاي هاي هنا. هيش هنا او قدايش عليها. اي قدايش عليها. هسه تمام. هاي هيش انخلع. هسه انخلع فرع الجهه الثانيه نفس الحاله. حلو. قلب التيار بالعكس ونفس الجهه نفس الشغله. هيش هي الطريقه. اي نفس الطريقه. هسه تمام. هسه صعد على الخلعه. تعبت. تعبت. اشتغل. رغم ما عفوا رغم ما هي الالات متواجده لكن ارادة ممارس. هاي بالنص؟ اي دوس. دوس. هذا شيل رجلك عنك. تمام. هسه نبي شو نسوي؟ ننزل التاير هيج. نزله هيج؟ اي. تمام. نفس الوضعية. واخيرا قدرت انه نستخرج التاير من هسه هاي الفتيله. بس الزم تعال يا علي عصام شوف الفتيله شلون لقيناها. هاي هسه هاي الفتيله. اي هاي نعيدها يعني ما نفتحها بس راح نبردها برد بالكوسره. اها حتى ما يدخل مكانها بسمار او مي يشتعل رجعه. اها نبردها برد. اي ونعوفها بمكانها. عوفها بمكانها. نعم. اجيب الكوسره؟ جيب وين الكوسره؟ يلا على هالوضعية هاي. على هالوضعية هاي. هسه تمام. الصراحة. هاي. هاي شنو هاي العصارة؟ سكوتين. سكوتين؟ هاي. والله العصارة مال عيوني يا قاسم، راحت عيوني.
زين خلي عليها خلي عليها زين هايج اي قبل عليه قبل اللي قاعد عليه بس لازم اوسطها مو صحيح؟ اي عادي خليها بالنص هسه شو نسوي؟ ايه هاي شنو هاي؟ هاي رولة رولة؟ ايه هيج ايه تمام هاي العملية خليها بس على اطار منها على مود هذه الوساخة تروح يسوي عازل ما يسوي عازل بعد ما يطلع يسوي عازل وحتى ما يطلع الهواء اها تمام صح؟ نفس الحالة لهاي الثانية نفس الحالة هاي الثانية هاي هنا أقول لك قاسم في السؤال جواب أنا بسرعة أتعلم مو صحيح؟ أي. ها؟ أي يابا على أنصام مباشر في الهواء يا أبوي نسيت عادي عادي كملناه هذا هسه لازم الرجعة هاي لا بعد بعد هسه هاي بقيها خليها هنا بس شيلك قصها بعد قصها اه والله الو ايش قد قرا هسه 200 هسه 30 صار بي ثاني هسه بي 30 بعد خلينا نعطيه 5 اي 35 ايه هسه تمام كامل تمام اوكي خير وبركه انا جدا اشكرك انا خادم انا هدفي من هاي التغطيه وهاي البقره انه الشخص يقدر يبحث على عمل ويلقى عمل يقدر بحيث ما يقول ما يكون يعني متكاسل صحيح صح؟ صحيح شكرا لك سد ايش قد راح تعطيني اليوم؟ 25 شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام يعني هاي ختام لفقرتنا فقره على باب الله اليوم هو خاص بتبديل اطار السيارات مثل ما شفت المراحل السابقه يعني استخدمنا تاير بدون ان وجد عجله يعني العجله كانت بالطريق مبنشر تايرات جاب لنا صاحب العجله يعني كانت خطوات برفقه الاخ قاسم وصلنا لكم الى ختام تغطيتنا وفقرتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الاخ المصور علي عصام انتظرونا بفقره جديده ومهنه جديده وصنعه جديده لله اليوم صدق بين التعب على عمار غفار يعني شغلات البنشرشي شوية متعبة وإن كانت دخلت عليها الكثير من الآلات لكن أبدع بها عمار ودائما مبدع ويا فريق العمل اللي وياه علي معملتشي وعلي عصام جزاهم الله ألف خير على هذه الجهود اللي بذلوها في تغطية وتصوير هذه الفقرة على باب الله واللي تحمل رسائل كبيرة ورسائل عديدة إلى شبابنا في كيفية الإيجاد أو البحث عن إيجاد فرصة عمل لهم حتى ينتشلون واقعهم من حالة التذبذب والضياع. وصلنا وياكم مشاهدينا ويمكن البارحة ما استعرضنا عليكم أو ما عرضنا عليكم فقرة المسابقات بسبب التغيير الجزء اللي حصل بفقرات البرنامج كل يوم أحد وثلاثاء اللي راح يكون معانا دكتور محمود زنقنة فنستأنف اليوم مسابقاتنا إلى حضراتكم وهذه أرقام الهواتف الظاهرة أسفل الشاشة بإمكانكم التواصل ويانا مشاهدينا للإجابة على أسئلتنا وكذلك نستقبل مشاركاتكم بذكرى شهادة الزهراء عليها السلام إذن هذه هي الأرقام مخصصة إلى حضراتكم وإن شاء الله ويانا كل فائزين على اعتبار أن أسئلتنا منوعة ومتعددة ما تتعلق بباب معين من الأبواب وإنما تشمل جميع الأبواب الحياتية والثقافية والدينية. إذن أول اتصال ويانا. نعم. قطر الندى من بغداد. السلام عليكم يا قطر الندى. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا قطر الندى. مية هلا بيش تحية لحضرتك والكل أهلنا ببغداد. تحياتي لكم المشاهدين الله يبارك بيش نورتينا يا قطر الندى
الله يبارك بيك. عندك مشاركة بمناسبة الشهادة للزهراء عليه السلام أم ندخل بالمسابقة مباشرة؟ والله ما عندي مشاركة، ندخل المسابقة. نشوف السؤال الخاص بيك يا قطر الندى. نعم. السؤال يقول في أي عام وقعت غزوة خيبر؟ في أي عام وقعت غزوة خيبر؟ في السنة الخامسة للهجرة، السنة السابعة للهجرة، أم السنة الرابعة للهجرة؟ منو من الاختيارات صحيح يا قطر الندى؟ السنة السابعة. ثبتين على السنة السابعة؟ نعم. زين، ظاهر معلومات جيدة. خلينا نشوف. نعم. الجواب لا 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 لا، حسين اللامي، دائما احنا اعتادينا على انه ننطي المشاهدين فرصة اخرى. حسين اللامي يقول انطيها فرصة ثانية يا محمد علي الربيعي. يلا قطر الندى، اغير الاجابة يعني؟ اي غيريها. حسين اللامي هيك قال لي بعد ما اعرف. السنة الرابعة. لا قطر الندى، مو انت اول اتصال ويانا، ما يصير. اول اختيار. شنو اول اختيار؟ يلا اول اختيار، اول اختيار. احسنتي، السنة الخامسة للهجرة. طبعا أنا نوبات، طبعا ما عندي محابات للمشاهدين يشهدوا الله، لكن أوضع بهذا الموضع ويعني أحرج، لكن يلا احنا دائما نكون متسامحين. ويا أول اتصال ويانا ودخلت ويانا القرعة يا قطر الندى. نعم، هذه الأرقام مهيئة أمامكم مشاهدينا لاستقبال اتصالاتكم والإجابة على أسئلتنا. ومثل ما شفتوا احنا قلوبنا طيبة، دائما نساعد ونحب نساعد المشاهدين المتابعين لبرنامج نوافذ الحياة حتى نحقق أكبر عدد من الفائزين ويانا بالجوائز المقدمة من مجموعة الإمام الحسين عليه السلام الإعلامية والخاصة ببرنامج نوافذ الحياة. هذه الأرقام مهيئة أمامكم لاستقبال اتصالاتكم وسماع أصواتكم. ويانا النضال من بابل، السلام عليكم يا نضال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا نضال، كيف الصحة؟ يلا الحمد لله. الحمد لله. يلا نضال، عندك مشاركة ولا ندخل بالمسابقة؟ لا ما عندي مشاركة. يلا ندخل بالمسابقة ونشوف السؤال الخاص بيك يا نضال. السؤال يقول أول شخص صنع مجسم الكرة الأرضية، أول شخص صنع مجسم، شايفة هاي الكرة الأرضية اللي بها خرائط وبها، شايفتها نضال؟ نضال شايفتها هذه؟ هذا المجسم مع الكرة الأرضية، ما شايفته بخرائط وبالمجسم؟ اي شايفتها. اي اول شخص صنع مجسم الكرة الأرضية من هو؟ هل هو البيروني ام الرازي ام ابن النفيس؟ طبعا كلهم علماء عرب مسلمين. من اول شخص صنع هذا المجسم للكرة الأرضية؟ البيروني، الرازي، ام ابن النفيس؟ يلا نضال. ابن النفيس. سؤال سهل صدقيني سهل. يلا راح نحذف هاي الإجابة ونعطيك فرصة ثانية. عندك ركزي، عندك البيروني وعندك الرازي، يلا اختاري البيروني لو الرازي. الجواب الأول. يعني إذا أسمع واحد دا يغششك دا يقول لك البيروني صحيح؟ منو هذا دا يساعدك؟ أخوك. أخوك؟ الله يحفظه إن شاء الله. يلا ثبتين على البيروني. يلا ثبت والإجابة صحيحة، البيروني هو الجواب الصحيح يا نضال، ودخلت ويانا للقرعة. ويانا فاطمة من بغداد، السلام عليكم يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام يا فاطمة، مية هلا بيج. شلون الصحة فاطمة؟ زينين إن شاء الله؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا فاطمة خلينا نشوف السؤال الخاص بيج. نعم. سؤالك يقول كم بوصة في الياردة الواحدة؟ البوصة تعرفيها اللي هي وحدة قياس الأطوال، 70 بوصة، 36 بوصة، أم 40 بوصة؟ يلا سؤال سهل، كم بوصة في الياردة الواحدة؟ الياردة، الياردة الواحد شون؟ 46. ما عندنا 46، عندنا 70 و 36 و 40. منين جبت 46 يا؟ 40. زين، وإذا أقول لك نعطيك فرصة ثانية توافقين لو ثبتين على 40؟ نعم نعم. ها شو تقولين؟
فرصة ثانية. يلا فرصة ثانية. عندك 70 و36 يا فاطمة، آخر فرصة إلك. 70؟ 70؟ ما أعرف. شنو الجواب الصحيح حسين اللامي؟ 70. يلا حسين اللامي. قالت 70. قالت 70. نعم. أي ثبتين على 70 ولا شنو؟ شو نسوي هسه؟ أيوه. أي 70. ثبتين يعني ما عندك غير خيار، يلا ثبت. ثبت حسين اللامي. تقول لك أثبت 36. للأسف 36 هو الجواب الصحيح يا فاطمة، وإحنا هواية ساعدناك لكن للأسف ما افتهمتي إشاراتنا. وطبعا حسين اللامي يمكن أكثر يعني مساعدة من عندي في بعض الأحيان. الله يبارك بي وكل فريق عمل برنامج نوافذ الحياة. إذا مشاهدينا هذه أرقام الهواتف، وأنا إذا أسمع يعني حقيقة اتصالات يمكن تجي على الخطوط كلها. فضلا عن ذلك رقم الواتساب أيضا شغال إن شاء الله للي يتصلون بينا أو يريدون يتصلون بينا من خارج العراق. ويانا ميثم. ميثم صالح. وياك. هيثم لو ميثم. هيثم. هيثم صالح، حياك الله يا هيثم، مية هلا بيك. الله يسلمك، الله يخليك. الله يحفظك يا هيثم، يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يعافيك. يلا هيثم، جاهز للسؤال؟ أول مرة شنو رأيك بأسئلتنا؟ خب سهلة. والله أسئلة نوعاً ما بيها صعوبة. ما بيها صعوبة، متنوعة، حلوة، تصب بباب الثقافة العامة، صح ولا غلط؟ صحيح. بس رغم هذا يعني غالبية المشاهدين إلا نساعدهم يا الله. أكيد. مو؟ إي أكيد. تحتاج مساعدة أنت ولا رأساً راح تجاوبني، شو تقول؟ والله حسب السؤال. شلونها معلوماتك؟ والله. إن شاء الله زينة؟ إن شاء الله. يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك يا هيثم. سؤالك يقول نعم، وين السؤال؟ السؤال يقول عالم عربي اهتم بدراسة عالم النباتات. عالم عربي اهتم بدراسة عالم النباتات، هل هو ابن خلدون ام الجاحظ ام ابن البيطار؟ يلا. اعتقد ابن البيطار. تعتقد لو متأكد؟ يعني شبه متأكد. زين. خلي نشوف الجواب الصحيح. يلا. لا لا ما شاء الله معلوماتك زينة يا هيثم، وهو صحيح ابن البيطار اللي اهتم بعالم النباتات. دخلت ويانا القرعة يا هيثم صالح، وإن شاء الله نتمنى لك الفوز وبارك الله بك. من ويانا؟ كرار. من كربلاء. كرار صادق من كربلاء، حياك الله كرار. يا الله. شلون صحتك كرار؟ الحمد لله. ان شاء الله بخير. الله. كرار شو مبين عليك تعبان؟ خو ما بيك شيء. لا لا ما بيك. عافية شوية لا. حماس نريد حماس كرار. حماس الشباب. يلا كرار، جاهز السؤال؟ جاهز. يلا جاهز، خلينا نشوف السؤال الخاص بيك. سؤالك يقول يا كرار، في أي عام ولد الإمام علي عليه السلام؟ قبل الهجرة 23 سنة، قبل الهجرة بسنتين، قبل الهجرة 5 سنين. يلا. في أي عام ولد الإمام علي عليه السلام؟ قبل الهجرة 23 سنة، قبل الهجرة بسنتين، قبل الهجرة 5 سنوات. قبل الهجرة 5 سنوات. والله سؤال سهل على كرار، يعني ليش هيك؟ ليش يعني؟ هذا إمامنا، ما نعرف شو وقت ولد، ما نعرف حياته، ما نعرف، يعني سؤال سهل، يعني معقولة كان عمره، يعني لما هاجر النبي إلى المدينة كان عمره 5 سنوات يعني؟ قبل الهجرة 23 سنة. ثبت 23 سنة. ثبت. هسه خب يعني ما يحتاج لها، يعني من خلال الاستقراء للبعد التاريخي انه ما معقوله كان عمره بالهجره النبويه هو 5 سنين لو سنتين، فاحنا انطينا فد بعد يعني حتى نسهل السؤال. 23 سنه ثبت؟ ثبت. يلا يثبت 23 سنه؟ ثبت. احسنت يا كرار، دخلت ويانا للقرعه ونتمنى لك الفوز. اخواني لا تستعجلون بالاجابه، يعني
أنا دائما أكون وياكم إن شاء الله. ويانا حيدر كريم من بغداد. السلام عليكم يا حيدر. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام. الله تحياتيكم والمشاهدين الكرام إن شاء الله. الله يبارك بيك عزيزي حيدر كريم، مية هلا بيك. شلون الصحة إن شاء الله؟ بخير يا حيدر. الحمد لله، أنتم بخير إحنا بخير. الله يبارك بيك، شكرا لكم يا حيدر. يلا أبو كرار خلينا نشوف السؤال الخاص بك. والله أكثر شيء يعني نستفاد من البرامج مالتكم، معلومات عامة. الله يبارك بيك. نعم. هي هاي غايتنا يا حيدر، هي هاي غايتنا. نعم. أنه نذكركم بفقراتنا، يعني من خلال محتوى الفقرات نذكركم بأشياء مفيدة نافعة، ومن خلال المسابقة حتى تتسع دائرة ثقافتنا العامة، ولهذا اعتمدنا التنوع بطرح الأسئلة. يلا حيدر جاهز السؤال؟ جاهز إن شاء الله. يلا جاهز حيدر. حيدر يحسب ثقة، يعجبني. مدينة تسمى بمدينة التلال التسع. مدينة تسمى بمدينة التلال التسع، هل هي روما أم فوم أم البندقية؟ لا روما. روما ما شاء الله. نعم زين معلوماتك الظاهر، يعني حكيت بثقة. إن شاء الله المعلومات من عندكم نكتسبها. الله يبارك فيك، شكرا لك. مع السلامة. حياك الله. حيدر يقول روما. صحيح روما يا حيدر، ودخلت ويانا للقرعة، ونتمنى لك الفوز يا حيدر، مبارك عليك إن شاء الله. علي زهير من كربلاء. السلام عليكم يا علي. وعليكم السلام. شونك علي؟ زيد. شون صحتك؟ زيد. زيد عمرك علي؟ 11. ما شاء الله 11 سنة العمر كله. أكو أحد يمك يساعدك ولا وحدك؟ ها علي؟ علي؟ لا. نصي صوت التلفزيون. يلا يلا علي جاهز السؤال؟ يلا خلينا نشوف السؤال الخاص بك. يلا علاوي السؤال يقول: ما هو يوم الحج الأكبر؟ ما هو يوم الحج الأكبر؟ هل هو يوم التروية أم حج التمتع أم يوم النحر؟ يلا اها اسال اللي يمك. يلا اسال اللي يمك. يلا ما يخالف خلي يساعدوك. ما هو يوم الحج الاكبر، يوم الترويه ام حج التمتع ام يوم النحر يا حيدر؟ ها شنو الاجابه؟ يلا ساعدوه. علي علي زهير علي زهير بس لا راح علي علي تروية. تروية؟ هاي الغيبة كلها وتالي مثالي تنطينا إجابة خاطئة يا علي. لا. يلا عندنا حاجة التمتع ويوم النحر، راح نعطيك فرصة أخيرة يا علي. يلا بس شوية استعجل لي. حاجة التمتع ويوم النحر. يوم النحر. يوم النحر؟ يلا ثبت علي. علي عافية جاوبني. يوم النحر. ثبت. علي وين دا تروح؟ علاوي تعال يمي ابقى. يلا يثبت علي، يثبت على يوم النحر. يوم النحر الإجابة صحيحة يا علي، ولو شلعت قلبي وما أعرف وين تغط وبعدين ترجع. يلا دخلت فيها أنا للقرعة يا علي، مبارك عليك. ما أعرف أكو وقت عندنا بعد. كامل جودة حياك الله يا كامل. الله محييك. كامل جودة جابر من بغداد. والنعم مبارك عليك، فزت بالقرعة الأسبوعية ذاك الأسبوع يمكن يا كامل. الله يبارك فيكم إن شاء الله. الله يحفظك، مبارك عليك هذه الهدية وهذه هذا التبرك من الإمام الحسين عليه السلام. بارك الله بك يا كامل. الله يديمكم إن شاء الله. فرحت بالهدية؟ فرحت؟ إن شاء الله. يا الله، الله يبارك بك. يلا كامل جاهز السؤال؟ نعم. يلا خلينا نشوف سؤالك. السؤال يقول: من هو غلام السيدة خديجة عليها السلام والذي رافق النبي في تجارته، مغيرة، ميسرة أم حذيفة؟ يلا. غلام السيدة زينب. السيدة خديجة عليها السلام. غلام السيدة خديجة. نعم، غلام الذي رافق النبي صلى الله عليه وآله في تجارته، مغيرة، ميسرة أم حذيفة؟ مغيرة أو ميسرة أو حذيفة. نعم ميسرة. ميسرة إن شاء الله. ميسرة؟ اي نعم. زين حسين اللامي شو يقول؟ يلا نعم. ثبت ثبت.
ان شاء الله. يلا يثبت كامل، يثبت نعم. كامل. ميسرة هو غلام السيدة خديجة الكبرى عليها السلام، والذي رافق النبي محمد صلى الله عليه وآله في تجارته. يلا بقى عندنا وقت حسين ولا نسوي القرعة؟ زين نستقبل اتصال أخير. يلا نستقبل آخر اتصال لأنه وقت ما عندنا، بقى 3 دقائق بس. يلا ها انقضى على الاتصال. طيب يلا نعم يلا اذا شنو هسه ناخذ اتصال اخير ولا لا؟ طيب ماكو اتصال، راح يعني نكتفي بهذه الاتصالات مشاهدينا، لانه ما بقى عندنا وقت، راح نجري القرعه الخاصه بهذا اليوم. ما شاء الله اتصالات كثيره، وخلينا نشوف من اللي فاز ويانا بهذه الحلقه لهذا اليوم. اللي فاز ويانا هو طبعا من بغداد، اليوم اهل بغداد هو شارك ويانا، حيدر كريم. حيدر كريم هو اللي فاز بقرعتنا لهذا اليوم يا علي عصام. حيدر كريم فاز ويانا بقرعة اليوم، مبروك عليك يا حيدر. راح تدخل ويانا ان شاء الله بالقرعة الاسبوعية الخاصة بالهدايا، وهديثك اليوم ان شاء الله زيارة بالإنابة لمولانا الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، واسمك راح يكون حاضر ويانا بقرعتنا الأسبوعية. مثل ما نوهت أنه هذه المسابقة مشاهدينا رغم تعدد أبوابها، الهدف من أدها هو رسم الابتسامة على وجوهكم أولا، والتواصل ويا حضراتكم ثانيا، وإعمام الفائدة بمختلف الجوانب الحياتية ثالثا. ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون فقرات برنامجنا تروق لكم هذا التجدد اللي دائما نحرص على أنه يكون حاضر في برنامجنا، حتى لا ينتابكم الملل من تعدد الفقرات أو المحتوى، لكن نحرص على تغيير المحتوى دائما في فقراتنا الخاصة في برنامجنا وفي الحياة، الذي هو بطبيعة الحال منكم وإليكم. حتى ألقاكم مشاهدينا في حلقة يوم غد إن شاء الله يوم الثلاثاء، ولا تنسون ضيفنا راح يكون أيضا جناب الدكتور محمود زنقنة إن شاء الله، ويعني فقراتنا المتعددة إن شاء الله، بالإضافة إلى هذه الفقرات المعتادة هي حكمة اليوم وكذلك المايك والناس وفوائد وموائد وفقرة الطبية مع الدكتور محمود زنقنة إن شاء الله يوم غد. حتى ألقاكم يوم غد إن شاء الله في نفس الزمان والمكان. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.